عربيات جرار 45 حصان ل 55 حصان، 3 بسخ للخطوط، وبسختين للمصاطب بالمسطرة بتاعته، زائد البتشر، خطاط قمر 10، معاك كيرات جميع المقاسات، مفيش 7 لينية بس صلب، ورق 6 ملي، لسان تعليق 25 ملي، شغل ما شاء الله. ياريت تدعمونا بلايك، لو الشغل عجبك اعمل اعجاب، عايزين نشوف تعليقات الناس، كل مشتركين ومحبين قناة سارة وباسم للمعدات الزراعية، بنقدم لكم كل ما هو جديد في عالم المعدات الزراعية بإذن الله. دول بسختين للمصطبة زائد المسطرة، تركب على الخطاط، تقدر تعمل بها مصطبة اي مقاس انت عايزه، تتحكم في المسطرة بالعيار، شداد على مسمارين، والاتنين واقفين تقدر تتحكم فيهم على اي مقاس انت محتاجه. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنلحم الورقة في اللسان، وبعد كده البسخة تركب عليهم، تسيب البسخة عدة لوحدها، لان البسخة عندنا صلب بيبدأ تقفلها من تحت بالشكل ده، عامل لك طقم ثيل اهو، تاخد معاه طقم هنود للشغل لاي حته عده تاخدها من عندنا باذن الله. يا ريت يكون الفيديو عجب الناس، ونشكر كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا، شكرا، سلام.